بسم الله الرحمن الرحيم، معكم فؤاد أمغاري من مواليد مدينة سلا، ممول حفلات وصاحب مطعم دار شوا في مدينة سلا. الفكرة اللي جاتني ديال كيفاش نكون تريتور، كنت قبل تنزاول مهنة ديال مصور فوتوغراف، فبالحكمة تنخدم في عراسات كبار وداكشي، وتتشوف فكرة وهذا، وفكرة دخلت للراس. فالفكرة منين جاتني فرصة هاجرت لبرا، ومني هاجرت لبرا كونت واحد رأس المال ورجعت وفتحت واحد المطعم، ومن ثم انطلقت المسيرة ديالي. البرنامج المستقبل ديالي هو نكبر الشركة ديالي ونديرها في جميع فروع المغرب، ونحاولوا حتى دوليا كان ان شاء الله الا كان الا بغى الله. الكلمه الاخيره خصنا نرضيو الزبناء ديالنا، وتنشكر جمعيه المؤين حفله المغرب، وتنشكر جميع المؤين في المغرب، وتنتمنى لاي اي تريتور مسيره موفقه ولزيد القدام ان شاء الله، وشكرا. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.